والسلام عليكم اصحاب، اخباركم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. جايناكم النهارده فيديو جديد من افضل اعدادات هيت. وقبل بدايه الفيديو يا صاحبي والشرح، لو انت مليت ومش لاقي اعدادات الهيت شوت المناسبه انهم موبايلك، اكتب لي نوع موبايلك في التعليقات او ابعته لي في رساله على انستجرام، وانا هعمل لك فيديو بشرح فيه الاعدادات الخاصه بموبايلك بعد كل تحديث بالنسبه للهيت شوت. ومن غير ما اطول عليكم يا اصحابي، يلا بينا نبدا بالشرح. بعد ما تنفذ الاعدادات اللي قلت لك عليها ده صاحبي، والتركات الحاجات البسيطه اللي بتفرق معانا في الهيت شوت دي، هيبقى فاضل لك حاجه واحده بس، هي التدريب. لان التدريب يا صاحبي هيساعدك تتعود على حجم زر الضرب الجديد والحساسيه الجديده عموما والاختلافات اللي بتحصل في الاعدادات بتاعتك. ولازم يا صاحبي تبقى زي المحترفين. انا عن نفسي بدخل التدريب كل يوم للواحد يحافظ على مستواه ويطور منه ويحافظ على التطوير على طول. وغير كده الشركه بتغير معانا التركات بتاعت الهيت شوت كل شهرين او كل تحديث عموما، فلازم انت تدخل تدريب كتير. لان يا صاحبي التدريب بس مش هيحافظ على مستواك، لا هيطورك للافضل ان شاء الله. وبنهايه الفيديو الشرح يا صاحبي، ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو ده وتشارك القناه مع اصحابك عشان الكل يستفيد. وشكرا على دعمكم المستمر يا شباب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.